انا الموضوع ديالي بغيتو يوصل ويتسمع. انا الموضوع ديالي معاناة كبيرة. نهار في 2012 وقع لي واحد المشكل، ضربني التريبودور. نهار العيد الكبير مشينا نشريو الحولي وضربني التريبودور وهرب، دخلني لواحد الحانوت كان عادي يضرب الحوالة، من بعد عوج هو يضربني. من تماك بدات المعاناة. داك العام كنت عادي نشد الدبلوم ديالي، وبقيت مقابلة الطبيب طالعة هابطة مدة عامين وانا تنعاني. من وصل الموعد ديال الطبيب، من مشيت لعند الاختصاصي في الغساني، قال لي من دخلت لعنده قال لي جلسي على البونجا. واش هذا طبيب تضحك على الناس؟ وسيدنا الله ينصره داير مستشفيات في كل بقاع المغرب، وواقف مع الناس وداير مجهوده، والاطباء ما دايرينش خدمتهم. واش هذا طبيب اللي يضحك على الناس؟ ودابا انا موتره بزاف، لا صحيا ولا نفسيا، مجيت الدهر نازي في كل نهار، راسي تيحرقني، ما تنعش صباح وليل، معدبه بزاف. وانا شديت الدبلوم 2012 وكنت فرحانه باش نخدم ونعاون الوالده. هي اللي من كنت صغيره توفى الوالد، من كان عندي عامين ونص توفى الوالد، وانا وهي معدبه معايا. هي اللي تخرج تطبر على القوت اليومي ديالها. في 2004 ولات تتبيع في الزنقه حويجات باش توكلني. ما كان تا شي واحد اللي يساعدني، ما كان تا شي واحد اللي يوقف معايا. قريت حتى للسابع، ما كملتش قرايتي على حسب المشكل ديال الاعاقه ديالي. انا معاقه في رجلي اليسريه، خلقت بيها والحمد لله. من بعد 5 سنين من القرايه اللي جلست فيها دخلت للتكوين المهني، قريت عامين ونص، شديت الدبلوم ديالي شعبة صناعة الحيل المجوهرات. من بعد الحادثة ضاع كل شيء، لا خدمة لا علاج. واش ماشي من حق ذوي الاحتياجات الخاصة يتعالجوا؟ يبقاو ديما مأدبين؟ لا قراية لا خدمة لا علاج. بحالي أنا معدبة من 2012، ما وقف معايا حتى شي واحد، تجيني البكية، أنا محقورة بزاف، ما كان حتى شي واحد اللي يعاونني. ما عرفتش كانت الأحلام ديالي كبيرة وأحلام بسيطة، أحلام بسيطة نتعالج باش نوقف على رجلي، باش نخدم في الشعبة ديالي ولا في شي حاجة نكون قاعدة فيها على حسب الإعاقة ديالي. وما كاين والو، ما كان حتى واحد اللي وقف معايا. وسيدنا الله ينصرو راه داير جهد، ولكن هادو الجمعيات كاينين غير جمعيات بالسمية. أنا ما عارفة حتى شي جمعية ديال ذوي الاحتياجات الخاصة بالسمية اللي تيجمعوا الفلوس من يد المحسنين. ما كان حتى شي واحد اللي يعاون ولا اللي يوقف على يوقف مع بنادم بصح، لا في العلاج ولا في الخدمة. تيتفلاو تيضحكوا الناس. وحده استغلتني، عهدي عام قالت لي غادي نوقف معاك غادي نساعدك، وكذبات عليا واستغلت واحد الفنان سميت هذا الفنان الدوزي، حيت كنت في موازين، استدعاني هادي عام تقريبا، وكنت فرحانة حيت كانت أمنيتي أنني نشوفه. ومن تحقق الحلم ديالي بواحد السيدة هي اللي وقفت معايا، وأنا ما كانش قصدي المساعدة، أنا كان قصدي نشوفه ونتصور معاه وتبقى ذكرى عندي، وتصورها هما معلقين وفرحانة بهم. المهم من مشيت استدعاني، عيطني للسهرة، إيوا من بعد كنت فرح. انا ما انا كانت تحت ليا الفرصه، كنت هضرت معاه على حسب الموضوع حيت هو عنده الجمعيه ديال المعاقين وداكشي وتيساعد، ولكن ما تحت لياش الفرصه. المهم انا هدفي الوحيد هو تصورت معاه وجيت بحالاتي. المهم واحد السيده اتصلت بيا قالت لي راني غادي نوقف معاك وهاني، ولكن من غادي نعاونك غادي من تهزك لابيلانس، من غادي تهزك لابيلانس تصوري راسك وديري الاشهار بلي انا ساعدتك. انا قلت لا لا، ما عاديش نوقف، ما عاديش ندير هذا الشيء اللي قلتيه. انا اخر رساله اللي بغيت نقول انهم يوقفوا معايا،
على حسب موضوع العلاج، راني معذبه بزاف، ما تنخرج ما تندخل، ولا خرج شويه راه تيضرني الحال بزاف، راني معذبه بزاف. يلا من تنوصل لي شويه تيضرني الحال، والنازف في الليل ومعذبه بزاف بزاف بزاف. وتنوصل رسالتي لسيدنا، تنتمنى يسمع هذا الفيديو، والجميع المسؤولين المغاربه والمحسنين اللي بصح اللي تيساعدوا بصح، ماشي اللي بالسميه وصافي. ما كان الجمعيات بالسميه بلا فائده. انا بغيت اللي يوقف معايا في كل شيء، في العلاج، في الخدمه، في اي حاجه، اللي بغى بصح يساعد الانسان، اللي بغى يحس بنا اللي حاس بنادم.